أحداث السودان من قناة السودانية 24 ويصحبكم فيها اليوم نزار البغداوي، سالم الهاشمي، رويدة عبد الحفيظ. أهلا وسهلا بكم. تجاوز الإصابات بكورونا حاجز 10,000 إصابة. السلطات بكسل تؤكد سيطرتها على النزاع بين النوبة والبني عامر. فتح مطار الخرطوم جزئيا أمام الرحلات الجوية خلال أسبوع. استمرار إنتاج الخبز المدعوم في الخرطوم دون تغيير في السعر. أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله. إلى تفاصيل أحداث السودان، حيث دعا وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح المواطنين لعدم الاستهانة بجائحة كورونا واتخاذ التدابير التحوطية اللازمة بالتباعد ولبس الكمامات وغسل الأيادي بالماء والصابون، إلى جانب اتباع التوجيهات التي تنصح بها السلطات الصحية. وأعلن فيصل في منبر وكالة السودان للأنباء أمس أن ساعات الحظر تبدأ 6 مساء حتى 5 من صباح اليوم التالي. عطفا على بياننا السابق بتاريخ 29 يونيو 2020 والذي أشار إلى التدابير المتعلقة بتخفيف إجراءات الطوارئ الصحية بالبلاد بشكل متدرج وحذر في نفس الوقت، فقد قررت اللجنة في اجتماعها الأخير الآتي: أولا، ابتداء من يوم غد الأربعاء 8 يوليو يبدأ حظر التجوال في 6 مساء ويستمر حتى 5 من صباح اليوم التالي يوميا، مع رصد ومتابعة الوضع الصحي بشكل دقيق تحسبا لأي تداعيات سالبة لا سمح الله. وسوف تكون الحركة لذوي الاستثناءات المسموح بها فقط. ثانيا، على جميع المؤسسات تهيئة بيئة العمل بما يتوافق وحالة الطوارئ الصحية بوضع البروتوكولات والموجهات وتوفير المعينات الطبية التي تضمن الحد من انتقال المرض وانتشاره في محيط العمل، فإن اعتمادنا بعد الله سبحانه وتعالى على وعي المواطنين وحرصهم على سلامة أنفسهم وسلامة الآخرين من حولهم. لذلك نوصي بعدم الاستهانة بالوباء واتخاذ التدابير التحوطية للوقاية من تباعد ولبس كمامات وتعقيم وخلافه مما تنصح بها السلطات الصحية. وبعدما يقترب من 3 أشهر عادت اليوم الحياة في ولاية الخرطوم تدريجيا، وذلك بعد أن أعلنت لجنة الطوارئ الصحية العليا العودة التدريجية مع ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الصحية. عادت الحياة إلى طبيعتها بنسبة كبيرة في العاصمة السودانية الخرطوم في أول أيام تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا. بعد 3 أشهر من الإغلاق ولأول مرة اختفت النقاط العسكرية المنصوبة في الشوارع والجسور الرئيسة على النيل، حيث أبدى عدد من المواطنين سعادتهم بالتنقل بين مدن الخرطوم بحر مدرمان عقب شهور من العزلة. وسيكون العمال اليوميون أكثر الناس سعادة بفتح الجسور وزيادة ساعات الحركة، باعتبار أن معايشهم تعطلت بصورة كبيرة خلال 90 يوما الفائتة. وتجمهرت جموع كبيرة من المواطنين على جنبات الطرق بانتظار مركبات النقل العام التي عاودت التبختر بزهو في الخرطوم، معيدة للشوارع ازدحامها وتكدسها المعهود لا سيما في ساعة الصباح الباكر. وشهد اليوم الأول صعوبات ملحوظة في عمليات نقل الركاب جراء أزمة الوقود التي تضرب البلاد. ضف إلى ذلك أن كثيرا من أصحاب المركبات كانوا قد ارتحلوا بسياراتهم إلى ولايات قريبة بحثا عن فرص عمل. وشكى مواطنون من فوضى كبيرة في تعرفة المواصلات
الأمر الذي يضاعف من أعباء المعيشة وكلفة الحياة. وشهدت الأسواق الرئيسة حركة حذرة، حيث يخشى الباعة من الكساد جراء انخفاض سعر العملة المحلية، فيما يخشى المشترون أن يبتلع غول التضخم كل كميات السيولة التي في حوزتهم. وعانى المشتغلون في اليوم الأول من إغلاق معظم المطاعم والكافتريات ومحال بيع الأطعمة لأبوابها لإجراء ترتيبات العودة وإعادة عمليات الربط مع موردي الأغذية. وكانت غرفة الطوارئ الصحية بولاية الخرطوم أصدرت قرارا بالعودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة اعتبارا من اليوم الأربعاء من الساعة 5 صباحا وحتى 6 مساء شريطة الالتزام التام بالاشتراطات الصحية. إلى ملف السلام، حيث عقد وفد الحكومة لمفاوضات السلام برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ووفد الجبهة الثورية مساء أمس جلسة مباحثات بفندق السلام بالخرطوم، وذلك بحضور فريق الوساطة من جمهورية جنوب السودان. وتناولت القضايا العالقة التي لم يتوصل فيها طرف التفاوض إلى اتفاق. وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية ديوما توك في الجلسة أن الجلسة ناقشت المقترحات التي قدمها الطرف الحكومي في جلسة الأمس، وأن السودان في حاجة الآن إلى السلام الآن وليس الغد. أكدت وزارة التربية والتعليم العام حرصها على عدم تضرر أي طالب من الإجراءات بسبب موقف الوزارة من مدارس المجلس الإفريقي للتعليم الخاص وحصول الطلاب على حقهم التعليمي كاملا فيما يتعلق بالرسوم، وشددت على أنه سيتم الفصل في معالجتها عقب المراجعة وفقا للإجراءات الإدارية اللازمة. وأقرت الوزارة في بيان صحفي اليوم بمعاناة أولياء الأمور النفسية والذين كان أبناؤهم مدرجين ضمن كوكبة مدارس المجلس الإفريقي، مؤكدة أنها ستعمل لاستمرار هذه المدارس في أداء رسالتها التعليمية. إلى شرق السودان، حيث أكد والي كسلة بالإنابة أمين عام الحكومة أرباب محمد الفضل أن حكومة الولاية والسلطات الأمنية تمكنت من السيطرة على النزاع القبلي الذي نشب بين النوبة والبني عامر من خلال تعزيز الوجود الأمني في بؤر النزاع، علاوة على جهود قيادات المجتمع المدني ورجالات الإدارة الأهلية. ودعا أرباب لدى وقوفه ميدانيا اليوم على الصراع الذي نشب بين منسوبي المكونين بمدينة حلف الجديدة إلى تحكيم صوت العقل لتعزيز التعايش السلمي بين كافة المكونات وحقن دماء المواطنين. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا بجانب 87 إصابة و40 حالة تعافي، ليتجاوز عدد الإصابات حاجز 10,000 حالة. وطبقا لتقرير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة ليوم الأحد 5 يوليو، فإن الخرطوم سجلت 59 حالة جديدة، وسجلت 12 حالة بولاية الجزيرة وتم تسجيل حالتين بالنيل الأبيض والشمالية 10 حالات ونهر النيل 2 حالات. وبهذا ارتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة بالبلاد إلى 10,084 حالة والوفيات إلى 636 حالة، فيما بلغ التعافي 5,074 حالة. ونظل في الخرطوم، حيث أعلنت جامعة الخرطوم استئناف الدراسة تدريجيا في كلياتها المختلفة في الوقت الذي لم تحدد الجامعة تاريخ عودة الطلاب إلى قاعاتهم، لكنها نشرت جدولا زمنيا قسمت فيه فترات التسجيل والدراسة والامتحانات إلى أسابيع. وقالت الجامعة إن الأسبوع الأول سيسمح فيه بدخول الجامعة فقط للطلاب لإكمال إجراءات التسجيل واستلام البطاقات وفقا للكليات المحددة. استئناف الدراسة سيتم بعد أن تعلن الجهات المختصة ذلك. الجهات المختصة أعني بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة. لكن في جامعة الخرطوم وتحوطا قمنا بعقد اجتماع لمجلس عمداء الجامعة
يوم الاثنين 6 يوليو 2020، وقد سبق ذلك الاجتماع خطاب مني إلى جميع العمداء لبرنامج البكالوريوس لإعداد مصفوفة لاستئناف الدراسة تركز على السنوات النهائية والسنة الأولى إن كان ذلك ممكناً، ويراعى في ذلك قلة الأعداد تحسباً للإجراءات الصحية تحت ظل جائحة الكورونا. أكد تجمع المهنيين أن المليونيات والمواكب ليست للتنفيس ولكن لتنفيذ مطالب الثوار، وطلب التجمع رئيس الوزراء بإصدار جدول زمني يبين فيه خطة الحكومة لحل القضايا التي طرحتها المليونية. وقال تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي أمس أن الشارع خرج لترجيح هذا الإنسان لصالح مطالب الثورة ودعم الحكومة الانتقالية إلى جانب تصحيح مسارها. وجدد التجمع تمسك التجمع بتوضيح رؤية الحكومة حول تسريع محاسبة المجرمين الذين قتلوا الثوار في الاعتصام، وإعادة ولاية وزارة المالية على المال العام، واستعادة أموال الشركات، وضرورة هيكلة المنظومة العسكرية، وإعادة هيكلة جهاز الأمن، وإنهاء تعدد الجيوش في البلاد. تمكنت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من إنهاء مغامرات شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالبشر. وقال لواء شرطة حقوق خالد مهدي مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية إن إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر رصدت نشاطا إجراميا لشبكة تقوم باحتجاز ضحايا أجانب وتطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وأوضح أن الفريق عاكف على إنفاذ خطة محكمة تم بعدها تحديد مخبأ الضحايا ومداهمة وكر العصابة وتخليص الضحايا وعددهم 7 فتيات وشاب 1، إلى جانب ضبط 2 من المتهمين، وذلك بمنطقة الخرطوم قبالة مستشفى إبراهيم مالك بمنطقة الصحافة. أصدر وزير شؤون مجلس الوزراء سفير عمر بشير مانيس قرارا اليوم بشأن مواقيت وضوابط العمل في ظل الطوارئ الصحية، وذلك في إطار العودة التدريجية للعاملين بالدولة وتمشيا مع موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالبلاد، حيث تقرر أن تكون مواقيت العمل بالقطاع العام اعتبارا من اليوم الأربعاء 8 يوليو من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3 بعد الظهر، على أن تكون نسبة تسيير دولاب العمل من 30% إلى 50% مع مراعاة الضوابط الصحية اللازمة. أصدرت لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية توصيات بشأن طلبات المفصولين في عدد من المؤسسات والوزارات، ورفعت توصيات بشأنها إلى مجلس رئاسة مجلس الوزراء. وبحسب بيان صحفي اليوم تسلمت اللجنة استمارات عدد من المؤسسات والوزارات، وهي شركة السودان للأقطان وهيئة الموانئ البحرية، إلى جانب شركة الخرطوم للتجارة ومؤسسة الأسواق الحرة وهيئة الطيران المدني وشركة الصمغ العربي وشركة البحر الأحمر. وأكدت اللجنة أنها ستواصل عقد اجتماعاتها الدورية، ورفع توصياتها التي أقرت فيها إعادة بعض المفصولين وتحسين معاش بعضهم إلى وزير شؤون مجلس الوزراء للنظر فيها. شاهدينا، وصلنا بكم إلى ختام هذا الجزء المخصص للأخبار السياسية، فاصل قصير ويلتقيكم الزميل سالم الهاشمي وفي معيته أبرز تفاصيل الحدث الاقتصادي.